نعم. السلام عليكم شيخ. السؤال، بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم عند قوله رميت بعدما أمسيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، في رمي جمرة العقبة وتأخيرها إلى الليل، والمساء في اللغة يطلق ما بعد الزوال إلى ظلام الليل، كيف نجيز أننا رمي إلى ما قبل طلوع الشمس من يوم العاشر؟ قبل الفجر. قبل الفجر من يوم الحادي عشر. نعم، لأنه لأن قوله رميت بعدما أمسيت هذه قضية واقعة، قضية عين يسأل عنها، وليس هناك سنة تدل على أنه إذا غابت الشمس انتهى وقت الرمي، والأصل بقاء الوقت، كما قلنا في الوقوف بعرفة يمتد إلى الفجر. نعم. أنه يمتد إلى ظلوم الليل. أي نعم، لكن هل قال الرسول لا يرمين أحد بعد المساء؟ هذا الرجل يحكي قضية وقعت له بعدما أمسيت، قال لا حرج، فدل هذا على أن هذه العبادة لا تختص بالنهار، وإذا لم تختص بالنهار فالليل كله وقته.